سي كي راكم دايرين ان شاء الله قاعد تكونوا غايه وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. ابخي لي اليوم غادي نشارك معكم الروتين تاعي من الصباح حتى وين يكمل. الوغ عميراتي كيما راكم تشوفوا بعد ما راني شربت قهوتي ايوا وجدت صراحي قلت له والو والو سموني اليوم ما نقعدش في الدار بزاف كرهنا الروتين اللي نديروه كل يوم نتعاود. انا قلت علاش لا نروح ندير دوره خفيفه اي ما عليه غير قال لي المسيو ربسي وهي نديك كيما تعرفوا اخرست هذه هي رانا هنايا نورمالمون في العيون غادي ندير لكم كوكتيل من كل حاجه شويه شويه ان شاء الله برك يعجبكم. وقبل ما نكمل في الروتين تاعي ولا في اليوم تاعي العادي جدا ما عليكم غير عميراتي تخلوا لي جام وابوني لاشين اللي ما راهش ابوني عندي غادي نقولها غادي تعجبك الحاله غير ديري ابوني خاطر غادي تراطي بزاف. هيا كيما راكم تشوفوا عميراتي نخليكم تستمتعوا بهذا الروتين الخفيف اقعدوا معايا. هنا الزينات كيما راكم تشوفوا معنا بغيت ندير دوره هكا في المرشي هيا بغيت ندير لكم تشوفوا معايا شويه صوالح كيما راكم تشوفوا هنايا فتنا هاد يبيعوا ادوات هذوك البلاستيكيه كيما نقولوا حنا طباسه وكاع ماشي غير بلاستيك عنده البلاستيك عنده القرن عنده كلش. المهم بغيتكم تشوفوا معايا هنا ثاني كيما راكم تشوفوا عميراتي تلاقيتهم حاطين الاحذيه بمناسبه الدخول المدرسي دايرينهم دي بروموسيون كيما راكم تشوفوا والله صبابيط بزاف شابين وميم طون دايرينهم بروموسيون بري شباب ثاني يساعد كيما راكم هكذا هيا قلت نوري لعميراتي هاك هكذا كيما تعرفوا واحد يبروفيت من هادو من هادو لي بروموسيون سيرتو اللي عندها البزوز بزاف. انا صراحه مازال ما شديتش لبنتي غادي ندير لها يوم كيما نقولوا مخصص نتاع ادوات مدرسيه ومعاهم القش وكاع كلشي كلشي وغادي نشاركه معاكم ان شاء الله باذن الله. هنايا بغيت نوري لكم برك البلايق تاع تاع الشتا الشتا راه تعيط صايره على البيبان هيا بداو يحطوا في ما حتى القش بداو يحطوا تاع المشتا حطوا البلاغي حم صايره كيما راكم تشوفوا عميراتي هنا صايي يا قلت كان برجي عاني دهمون فطرو قاعدين صراحه هيا دهمنا عميراتي كيما راكم تشوفوا غير فطرنا حاجه خفيفه كيما هكا ايا وشورنا للدار هكا باش نروحو مباشره للدار ونكمل معكم الروتين تاعي في الدار روتين خفيف ظريف شريت شويه تاع الصوالح شويه خضره كيعرفو نروحو للدار مع بعض حبيباتي بعد ما راني جينا من التحويسه بيان سور عطيت لوليداتي قهوه انا كما راكم تشوفوا هذه السوله راهي تغسل لي في المعين بعد ما شربنا شربوا الحليب تاعهم كما راكم تشوفوا هكذا راح نروحوا نديروا العشاء تاعنا غادي نشارك معكم روتين خفيف ظريف كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما غسلت السوله المعين انا مسحت شويه نتاع كيما راكم تشوفوا تاع الغبره حاجه هكا كيما تعرفوا الكوزينه بزاف بزاف تلفت لنا ليدام على اوبليجي شاك فوا نقوها سيرتو كي يكون عندكم الفايونس يكون بلون راه بالخف يتوسخ كيما راكم تشوفوا هنايا خلاص بعد ما راني سي بون نقيتها راح نروحوا من الحشاء مع بعض بقوا معايا هنا الزينات كي دهمنا المرشي راني تلاقيت السلق السلق اللي هو السبانخ الوغ راني قطعته نقيته مليح مليح بالماء وزدت درته هنايا يغلي كاين اللي يديروه يغلي في الماء والملح وكاين اللي يديروه يفور انا بما انه راني مع الكوزينه اللي تواياجيتو راني درته غير يغلي لي في الماء نخلي حتى يغلي مليح ومن بعد نصفيه ونوجدوا الحشا مع بعض راكم تشوفوا هاو السلق تاعنا ولا السبانخ تاعنا بعد ما راهم غلاو لي مليح مليح في الماء كيما راكم تشوفوا نصفوهم غايه الوغ اليوم
بغيت نقول لكم برك بلي ما غاديش نديرهم الا الحشا، على راه تبدل لي الموني سي بوغ سا واش راح ندير، خليهم يبردوا مليح مليح، كي نشوفها برد ديروه في علبه محكمه الغل وحطوه في الثلاجه الوقت اللي تحتاجوه طيبوه عادي جدا. انا رايحه نبدل الموني تاع اليوم الوغ انوليت السلق، راح ندير حاجه واحده اخرى. المهم غادي نبدا في العشاء ماكم تشوفوها ولا شتاعنا من السلق ولا انا في الدواره، الله غالب حكم القوي على الضعيف كما يقول لك. معليش راجلي اتها الدواره قلت له ما يكون غير خاطرك راني هنا اللي تبغيها نديرها. المهم راني درت لها الدواره وزدت معها كميه نتاع لي فخيت اللي هي البطاطا وبيان سور سلطه وشويه تاع فاكهه. كان هذا هو الحشا تاعنا تاع اليوم، حاجه خفيفه ظريفه. هنا الزينات تاعنا وصلنا للنهايه نتاع لا فيديو تاعنا، ان شاء الله برك تكون عجبتكم. بيان سور لا عجبتكم ما تنسوناش الجيم بيان سور وابوني لاشين هكا باش دائما 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 يوصلكم الجديد تاعي. هنا فقط ملاحظه البنات، ما تحسبوش باللي راني ندير في بيبليسيتي ولا، هذه جوست ملاحظه وبين قوسين هذه بغيت برك ندي فيها اجر وامطو البنات يدوا فيها اجر. هنايا احنا اليوم نورمالمون رانا نهار الخميس على غدوه الجمعه، انا واش ندير ليله الخميس في الليل؟ ان شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم. واش ندير؟ نشري كميه تاع التمر كما راكم تشوفوا هذا الشكل، ونشري كميه تاع الحلوى. انا الحلوى هنا صراحه مازال ما جابليش راجلي، هذه كانت عندي برك في الدار، هو مع الصباح يشري لي الحلوى البزوز هكا، وهذه كميه نتاع التمر هنا راني غاسلتها كما راكم تشوفوا، نغطيها ونخليها مع الصباح ربي، نعطيها للزوجه تاعي يديها لاقرب محل كما نقولوا حنا الحانوت اللي حداك، ولا لقيتي بزوز برا عند الباب الوغ اعطيها لهم صدقه، خاصه الصدقه يوم الجمعه بزاف بزاف مقبوله. هاكا نمدوها صدقه على العزاز علينا اللي راهم في المقبره، ربي ان شاء الله يرحمهم ويرحم كاع الموتى المسلمين. هذا هو الفيديو تاع اليوم، بين قوسين هذه كانت فقط ملاحظه، ان شاء الله برك تعجبكم وتولوا ديروها على شله. هاكا ندوا الاجر، قال لك الانسان الصدقه اللي مدها كي يكون حي هذيك هي اللي تخدم عليه، وكما كاش كيما الصدقه. من هذه الحلاوه عميراتي بغيت نقول لكم ان شاء الله يكون الفيديو خفيف ظريف عليكم، وهذه اول روتين راني شاركه معكم. الى عجبوكم الروتين تاعي ما عليكم غير تشجعوني، خلوا لي في التعليق نتقبل النقد ونتقبل المجامله. نبقى لكم غير نقول لكم ديروا لي جيم ومع السلامه. هذا كان روتيني انا وبنتي، مع السلامه.